100 يوم على حرب غزة ومكملين، 100 يوم على أول إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة. بالحقيقة تجاوزنا ال 100 يوم، 100 يوم من التطهير العرقي، وبتعرفوا شو يعني تطهير عرقي؟ يعني قتل متعمد لعائلات بأكملها، 100 يوم من الجوع والعطش، وفي ناس بعد بال 2024 جوعانة وعطشانة بينما العالم عم بفتش على حلول لمشكلة هدر الأكل والمي. 100 يوم من التهجير، من ضرب المستشفيات، استهداف الصحفيين، الأطفال، قتل الخدج، بتر الأطراف، هدم المدارس. 100 يوم من قطع الكهرباء والإنترنت ومن التهديد المناخي. شو بدنا نعد لنعد؟ بس في شيء ضروري نوقف عنده، أنه تزامناً بذكرى المية انطلقت بالعالم تظاهرات مدهشة لوقف الإبادة، باريس، أمستردام، فيينا، والأكبر كانت بواشنطن، وشارك فيها مؤثرين وممثلين دعموا القضية من أول حد. هالشي شو بيعني؟ يعني إذا زعماء العالم عم يتفرجوا، الناس لا، إنه الرأي العام فهم يلي ما كان عم يفهمه على مدار 75 سنة من الاحتلال. بسبعة أكتوبر إسرائيل كسبت تأييد الدول الغربية، ولكن خلال الميت يوم كانت كل يوم عم تخسر معركتها بالإعلام وعلى السوشيال ميديا. وبانتظار وقف الحرب، شو ممكن تعطوا صفة واحدة لكل شي صار بغزة على مدار الميت يوم الماضيين؟ أنا بقدر أوصفها بالجحيم، أنتوا خبروني. شو رأيكم؟